ولكن هذه الساعة ليست مجرد أمانية، وهذا المشروع مشروع المعارف هو من جملة المشاريع التي تؤجل بإذن الله تعالى برحيل هذا المحتل الصهيوني. ربما أطلت في هذه الخواطر التي خرجت من هذا الجو الذي نعيشه ونحن في برنامج المعارف المقدسية، ونعود مباشرة إلى صلب الكلمة وهي جمعية علماء المسلمين الجزائريين وقضية القدس وفلسطين، وهو ضمن مشروع للعبد الضعيف. كتبت فيه الكثير من المقالات، ومن تلك المقالات المقال المنشور في مجلة البيان لجمعية علماء المسلمين الجزائريين. وهذه وعندما أتكلم عن جمعية علماء وقضية فلسطين، سوف نحدد بالضبط ما هي المحاور أو المحور الأساسي الذي سيكون حوله الحديث. المحور الأساسي الذي يهمنا جميعا ضمن برنامج المعارف المقدسية ليس هو مجرد فقط الحديث عن إنجازات الجمعية ومن الكتابات ومن القوافل ومن العمل الخيري والإنساني، ليس هذا المقصود به فقط، وإنما أتحدث عن تصور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في وقت مبكر جدا للقضية الفلسطينية. وشنو كان التصور؟ ما هو تصور الجمعية للقضية الفلسطينية؟ ما هي المحاور الأساسية التي كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تعمل على نشرها في المجتمع الجزائري من أجل تأسيس وعي نحو هذه القضية. لهذا أيها الإخوة، كل باحث ودارس لتراث الجمعية العلماء المسلمين الجزائري وموقفها من القضية الفلسطينية ومن نظرتها للقضية ومن اهتماماتها، ليس مجرد سرد للأخبار والوقائع والأحداث. ما كانت جمعية العلماء تتناول قضية فلسطين في جرائدها كما يتناولها الإخباريون. وقد رجعت إلى العديد من المجلات القديمة والجرائد القديمة، سواء كانت الجمعية أو غيرها، أكثر الجرائد التي كانت تتناول قضية فلسطين تتناولها من باب الخبر، من باب سرد الأخبار والفواجع والأحداث ونحو ذلك. ولكن جمعية علماء المسلمين الجزائريين، سواء كانت في أدبياتها وجرائدها وخطبها ودروسها، أو كانت في جرائد أخرى من أعضاء الجمعية الذين أيضا تناولوا الموقف الجمعية من قضية فلسطين كما سأذكر. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وضعت الإصبع على الداء ووصفت الدواء، يعني كانت بمثابة الجراح الذي وضع المبضعة على الداء على الجرح ووصف الدواء كما سيأتينا باختصار. كذلك دقة التحليل والتشخيص والوعي المبكر لآفاق هذه القضية ومآلاتها. كذلك جمعية العلماء في أدبياتها أحسنت توظيف الأحداث، أحداث فلسطين كانت توظفها لنشر الوعي، من تقسيم، من كذا، من حروب، من وقائع يعني في الدولية، كانت تحسن توظيف هذه الأحداث وشكلت منظومة فكرية جعلت الدارس لتراث جمعية العلماء الفلسطيني يجد نفسه أمام رؤية واضحة
وتصور دقيق للقضية القدس وفلسطين من جميع أبعادها الدينية والقومية والسياسية والدولية. ونجد أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اكتشفت مبكرا الخطر الصهيوني، مبكرا اكتشفت الخطر الصهيوني وتنبهت ليس مجرد الخطر الصهيوني نحو القضية فلسطين، وإنما تنبهت إلى الخطر الصهيوني العالمي وللمسلمين والعرب جميعا. فلهذا أقول حتى ندخل في موضوعنا مباشرة أن ما تركته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حول فلسطين يعتبر وثيقة تاريخية هامة من جهة، ويعتبر أرضية صالحة لكل الدراسات والتصورات حول القضية الفلسطينية. لا تزال هذه التصور لا يزال حيا غدا يصلح لمثل هذه الساعة التي نعيشها الآن. وإنني أثناء البحث في هذا الموضوع وجدت نفسي أمام بحر لا ساحل له وزخم كبير وتنوع يصعب لم شتاته في كلمة ومحاضرة، لأن كان تنوعا ونشاطات توعوية بالقضية الفلسطينية مست جميع الميادين والجبهات كما سنذكر بعد قليل. كذلك أيها الأفاضل أو أقول أقتصر على وضع المعالم أو بيان والكشف عن المعالم الأساسية في تعامل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مع قضية القدس وفلسطين. هذا من جهة المعالم الأساسية، التصورات الأساسية، المفاهيم الأساسية، كيف كان جمعية علماء المسلمين الجزائريين تفهم قضية القدس وفلسطين، هذا من جهة. من جهة أخرى وهي ما هي الوسائل التي اتخذتها جمعية علماء المسلمين الجزائريين وسلكتها في نشر هذا الوعي، في نشر هذا الوعي وهذه المعالم في المجتمع الجزائري. أولا نبدأ نقطة نقطة باختصار. النقطة الأولى، ونعتبر هذه الكلمة التي ألقيها على مسامعكم الكريمة أعتبرها هي كأنها ملخص لكل برنامج المعارف المقدسية، لأنني سأضع بين أيديكم المعالم الأساسية التي كانت في فكر وأدبيات الجمعية. ولا شك بأن كل ما تمت دراسته سأزعم أنني ألخصه في هذه الكلمة، وإن شاء الله بعد الانتهاء من الكلمة نرى زعمي هذا كان سليما أم مجرد تخمين. أولا أول شيء أو النقطة وهي إدراك الجمعية المبكر لحقيقة الصهيونية وخطورتها ومن يقف وراءها. هذا هو لب الموضوع، لأن التخبط الذي حدث في فلسطين وفي المشرق العربي من شريحة واسعة من المناضلين وحتى من العلماء والأعيان، وكان هذا التخبط في فهم حقيقة هذه الصهيونية. هذا هو التخبط الذي عاشه للأسف الشديد بعض الشريحة واسعة من المسلمين والعرب في ذلك الزمن في ذلك الوقت، ففاتهم مواكبة مشروع الصهيوني، حتى خرج كما تعلمون خرج لما يسمى بالكتاب الأبيض، الذي يسمى بالكتاب الأبيض الإنجليزي البريطاني، الذي صدم العرب جميعا بعد أن استأنسوا لهذا الذي سنذكر تصور جمعية له لهذا الاحتلال الإنجليزي الذي كان عبارة عن جسر للاحتلال الصهيوني. لكن جمعية علماء تيقظت مبكرا لخطورة الصهيونية، لخطورة الصهيونية. وهذه الكلمة لا شك أنها سائرة ومنتشرة ومعلومة عندكم، وهي كلمات كثيرة
ذكرها علماء الجمعية، وأكتفي بتلك الكلمة التي نشرت في جريدة البصائر سنة 47، يقول فيها الإمام العلامة عبد محمد البشير الإبراهيمي، يقول: إن الصهيونية فيما بلون من ظاهر أمرها وباطنه نظام يقوم على الحاخام والصيرف والتاجر، ويتسلح بالتوراة والبنك والمصنع، وغايتها جمع طائفة قدر لها أن تعيش أوزاعا، أي مختلفة بلا وازع، وقدر لها أن تعيش بلا وطن، ولكن جميع الأوطان لها. فجاءت الصهيونية تحاول جمعها في وطن تسميه قولا فلسطين، ثم تفسره فعلا بجزيرة العرب كلها. فهو في حقيقته استعمار من طراز جديد في أسلوبه ودواعيه وحججه وغايته، يجتمع مع الاستعمار المعروف في أشياء وتفرق بينهما فوارق، منها أن الصهيونية تعتمد قبل كل شيء على الذهب، وتشتري السكوت والنطق، وتشتري الحكومات والشعوب، تعتمد عليه أي على الذهب وعلى الحيلة والمكر والتباكي والتصاغر في حينه، وعلى التنمر والإرهاب في فرصته. يعني لو أن أي واحد يقول له عرفنا الصهيونية لا يجد تعريفا أجمع وأدق من هذا التعريف، وذلك لأن مضامين هذا التعريف ومحتوياته كل واحدة من هذه المضامين هو في عبارة عن ماذا؟ عن تاريخ ومحاضرات وموسوعات وكتابات، كما أنه كل مضمون من مضامين هذا المحتوى كانت فيه أيضا غفلات وأمان استأمن الناس هؤلاء الصهاينة في ذلك الزمان، ولكن الجزائريين كانت لهم فطنة حتى قبل الشيخ عبد الحميد بن باديس وقبل إبراهيمي. ولا يخفى عليكم دور العالمان والمفكران الكبيران الرائدان الشيخ الأستاذ معمر راسم الذي كان يسمي نفسه بعدو اليهود، وهو أول جزائري حكم في التاريخ الاحتلال، بحكم بالتخابر مع جهات أجنبية ضد الأمن القومي الفرنسي، لما كان يتعاون مع بعض المؤسسات والأشخاص، كل من سمع عنه أنه عدو لليهود يتصل به، وكان يوقع عدو اليهود، هكذا كان يوقع. ومن راسم يحتاج إلى دراسة. وصاحبه الشيخ الكبير والعلامة المصلح ورائد الصحافة في زمانه الشيخ عمر ابن قدور الجزائري، وهو شيخ والدي رحمة الله عليه، وأستاذه ومربيه الذي نهل في مجالسه رحمة الله عليه، وهو الذي له كثير من الكتابات في حول القضية الفلسطينية. في سنة 1909 كان يحذر من الخطر الصهيوني، 1909 1914 كان يكتب عن الخطر الصهيوني رحمة الله تعالى عليهم. ويقول الإمام عبد الحميد بن باديس في توضيح هام جدا قل أن يتفطن له في ذلك الوقت إلا ثلة قليلة من العلماء والمفكرين، وهي مسألة العلاقة بين الصهيونية والإنجليز. أنتم تعرفوا كانت هذه الأمور مشتبهة غير واضحة، ولا يخفى عليكم بأن بعض الأعيان في فلسطين في سنة 1920 أقاموا
حفلا كبيرا عندما أتمت بريطانيا احتلال فلسطين، ويعني هذا كله موجود في 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 الجرائد، وهي موجودة عندي. وأهدوا للحاكم البريطاني هدية كبيرة، هدية، لأنهم اعتبروا الدعاية في ذلك الوقت الإنجليزية أن الإنجليز جاء ليحرر فلسطين من الاحتلال العثماني كما تعلمون. فأقيم حفل كبير وأفسده عليهم بعد ذلك المفتي الكبير الإمام محمد الأمين الحسيني، وحكم بعشر سنوات سجنا. في ذلك الوقت الذي كان الكثير من الناس لا يزالون يثقون في هذا الاحتلال الإنجليزي، وأنه جاء منقذا لهذه للقدس من الاحتلال كما يزعمون الاحتلال والطغيان والعثماني. ماذا يقول ابن باديس في سنة 38؟ انظر الشيخ ابن باديس كيف كان متفطنا لتلك العلاقة الإبليسية الشيطانية الماكرة بين الإنجليز والصهيونية. يقول: تزاوج الاستعمار الإنجليزي الغاشم بالصهيونية الشرهة. وكل كلمة لها نعم دلالات دقيقة ما ليست على مطلقة على عواهنها. بالصهيونية الشرهة فأنتج هذا الزواج الإنجليزي الصهيوني، أنتج لقسم كبير من اليهود الطمع الأعمى الذي أنساهم كل جميل، جميل المسلمين السابق، وقذف بهم على فلسطين الآمنة والرحاب المقدسة، فأحلوها جحيما لا يطاق، وجرحوا قلب الإسلام والعرب جرحا لا يندمل. الشهاب 1938. وكل من قرأ هذه الكلمة يدرك أيضا أن هذه الكلمة وثيقة تاريخية هامة لا تزال حاضرة، ولا تزال عمليات الغش في حقيقة مشاريع الصهيونية كما اليوم في حقيقة التطبيع، حتى يزعم البعض أنه يطبع من أجل فلسطين، يطبع من أجل نصر القضية الفلسطينية وحماية فلسطين. وأنتم لا يخفى عليكم نفس الشيء، هذا نفس الشيء هذا اللي قاله ابن باديس عندما تزاوج الاحتلال والاستعمار الإنجليزي الغاشم مع الصهيونية، أنتج هذا المسخ من المحتلين لهذه الأرض الآمنة. نفس الحكاية ونفس الرواية التي تنتجها الإعلام الصهيوني عبر بعض المتصهينين العرب. ونفس القضية وقعت في قضية فلسطين عندما صدق بعض القادة العرب في ذلك الوقت، سواء صدقوا أو تواطؤوا ليس هو موضوعنا الآن، ولكن نقول هكذا على سبيل التخفيف أنهم صدقوا هذه الرواية البريطانية، والتي وصدقوا بأن هذا الزواج وزواج شرعي قاموا له أعراس وقاموا له حفلات ومأذوبات، وفي الأخير ظهر بأنه مجرد حكاية ورواية صهيونية لاحتلال فلسطين الآمنة كما سماها ابن باديس رحمة الله عليه. ثالثا، أن الجمعية من المعالم الأساسية التي رسختها الجمعية العلماء في الذاكرة الشعبية في ذلك الوقت، أن جمعية العلماء أعطت بعدا دينيا وعربيا واسعا وإنسانيا للقضية الفلسطينية. أعطت لها ثلاث أبعاد: البعد الديني، والبعد القومي العربي، والبعد الإنساني. من يلخص لنا هذه الأبعاد؟ العلامة ابن باديس رحمة الله تعالى عليه في سنة 37 في مجلة الشهاب. ودائما التواريخ حطوها بين أعينكم، لأن التواريخ مهمة. علاش المهمة؟ عندما نقارن بحالة الوعي العربي والإسلامي، عندما نقارن بحالة الوعي العربي والإسلامي نشوف في ذلك الوقت أن هذا وعي مبكر، وعي مبكر. ولو أن الكام كل المسلمين والشرق العربي كان على هذا الوعي لما كانت هذه المأساة نعيشها، كما سيخفى على أسماعكم الكريمة.
يقول الشيخ بن باديس رحمة الله عليه، والكلمة كل ما أذكره ما وش غريب عنكم، يعني لا درستموه وقرأتموه في برامجكم برنامج المعارف، يقول وإنما هو من باب التنبيه فقط وإثارة الموضوع من جديد، وتجديد العهد مع هذه المفاهيم، مفاهيم جمعية العلماء. يقول العلامة عبد الحميد بن باديس ويشير إلى البعد الديني العقدي للقدس الشريف، وهذه كلمة لش كأنكم تحفظونها. يقول الإمام بن باديس رحاب القدس الشريف مثل رحاب مكة والمدينة، وقد قال الله تعالى في المسجد الأقصى في سورة الإسراء الذي باركنا حوله ليعرفنا بفضل تلك الرحاب، رحاب القدس مثل رحاب مكة والمدينة. هذه مسألة من أعظم وأكبر القضايا التي ينبغي أن ترسخ في مفهوم في العقل المسلم، وأن المدينة ومكة والقدس، هؤلاء القدس صنف للمكة والقدس صنف لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنفه لا يختلف عنه في الفضائل إلا في بعض التفاصيل التي لا تخفى على مسامعكم الكريمة. يقول ابن باديس وهو يؤكد على قضية ليست قضية معرفية وإنما قضية موقف، ليست قضية معرفية أن هذه المساجد الثلاثة هي صنف لبعضها البعض، وأن هذا الرحاب البيت المقدسية نفسها رحاب الحرم الشريف، ليس مجرد معلومة معرفية وإنما هي قضية موقف وقضية مبدأ. فيقول رحمه الله فكل ما هو واقع بها كأنه واقع برحاب المسجد الحرام ومسجد طيبة. حمى الإسلام تلك الرحاب من أيامه الأولى، وحمى جميع مقدسات جميع الملل، انظروا، وكف عادية بعضهم على بعض، كل الملل يقول مقدساتهم محمية، وكف عادية بعضهم على بعض، ويقول إن الدفاع عن القدس من واجب كل مسلم. هذه هي النتيجة، وأن من إذا كان الدفاع عن المكة واجب كل مسلم، والقدس وين هذا الواجب؟ هذا واجب كل مسلم. يريد الإمام ابن باديس أن يقدم لنا البعد الديني العقدي من أجل ماذا؟ من أجل الموقف، ليس من أجل فقط المسائل، من أجل عاطفة دينية، لا، من أجل الموقف. ثم يقول وكل مسلم، انتبهوا كلمة مسلم، هو يخاطب المسلمين خطاب عقدي ما عندنا فيه اختلاف، لا يجوز الاختلاف فيه، قال مسؤول أعظم المسؤولية عند الله على كل ما يجري هنالك، أي في أرض القدس، من أرواح تزهق وصغار تيتم ونساء ترمل وأموال تهلك وديار تخرب وحرمات تنتهك، كما لو كان ذلك واقعا بمكة أو المدينة. شوفوا هذاك المقاربة القوية، يعني الناس لما يسمعوا المكة والمدينة وقع فيها هذا الانتهاكات، ماذا يصير للمسلمين؟ ينتفضون. قال فوجب عليكم أن تنتفضوا وتحموا هذه المقدسة، هذه الأرض، كما تحمون مكة والمدينة. يقول هذا البعد الديني الذي يشمل جميع المسلمين عربهم وغير عربهم. ثم أشار إلى البعد القومي، لأنكم لا يخفى على حضراتكم أن القضية كلما تنوعت روابطها وروابط التواصل وروابط كلما تنوعت أبعادها التي يرتبط بها الناس، كلما كانت هذه القضية أكثر قوة في الواقع. فالبعد الديني أبينه،
الآن تكلم بعد هذا يتكلم عن البعد العربي القومي. فهناك من العرب ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي غيرهم، الشام تعرفون من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله تعالى، يقول الإمام محمد البشير البراهيمي وهو رحمه الله يجلي البعد العربي القومي للقضية الفلسطينية، ويحمل المسؤولية للعربي وليس للفلسطينيين. قال: أيها العرب، إن قضية فلسطين محنة امتحن الله بها ضمائركم وهممكم وأموالكم ووحدتكم. وليست فلسطين ولعرب فلسطين وحدهم، وإنما هي للعرب كلهم. وليست تنال بالشعريات والخطابيات، وإنما تنال بالتصميم والحزم والاتحاد والقوة. يعني للعرب، ما تقولش اهتموا بالشعريات، هذه قضية عربية. أين النخوة العربية؟ وين القومية العربية تاعكم؟ فهو يستفز ماذا؟ البعد ماذا؟ البعد العربي القومي. ويقول أيضا، وهو يشمل البعد العربي القومي والبعد الإسلامي، يقول: إعانة فلسطين فريضة مؤكدة على كل عربي وعلى كل مسلم، فمن قام بها أدام عليه من حق لعروبته ولإسلامه، ومن لم يؤده فهو دين في ذمته لا يبرأ منه إلا بأدائه. فكأن فلسطين هذه سواء كان عربي ولا كان مسلم يبقى هذا الدين في رقبته حتى يؤدي هذا الدين وانتصار فلسطين، إلى آخره من القضايا من التصريحات الهامة في بيان هذه الأبعاد. ولا شك أيها الأفاضل الكرام أن قضية فلسطين هي أحوج ما تكون إلى تعدد أبعادها والعمل على جميع جبهات والأبعاد الإنسانية، واليوم أخذت بعدا دوليا كما لا يخفى عليكم، وحيث نرى نشاطات يعني في أوروبا ونشاطات في أمريكا من طرف يعني تيارات وجمعيات وليس لهم علاقة، ليسوا مسلمين. ثم تعرفوا مثلا الجمعية التي تأسست من سنوات في أوروبا وأمريكا وهي جمعية مقاطعة إسرائيل، والتي لا تزال يعني لساعتنا هذه تشكل يعني هاجسا كبيرا في لدى، واستطاعت أن تمنع حتى بواخر أن ترسو في بعض البواخر للعالم، وكما تعرفون هذا. إذن هذا البعد الدولي، البعد العربي، البعد الإسلامي، لا ينبغي الاستهانة بجميع الأبعاد. فكانش واحد يقول أنا أنصر هذه القضية يعني بوحدي فقط، وحدي من منظوري فقط، وإنما والله سبحانه وتعالى كما لا يخفى عليكم أن المسلمين في مكة المكرمة لما حدثت تلك المعركة بين الفرس والروم كانت لها تبعات نفسية على المسلمين وعلى المشركين. أما المشركون فقد صفقوا وهللوا لانتصار الفرس، وأما المسلمين فقد حزنوا لهزيمة الروم. فجاء القرآن وهو يسليهم، فيقول الله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ففرح المسلمون وعلموا بأن هذا الروم هم أقرب إليهم من جهة كما تعرفون أنهم أهل كتاب، ولا يخفى عليكم مثل هذه الأمور. والمسلمون في ضيق وفي شدة وهم في حصار يعني وفي مكة المكرمة، ولكن مع ذلك هذا البعد الدولي تحدث الله تعالى وأخبر الله تعالى به، وما عندهم المسلمين وشح ينتافعوا بينه وبين الرومي ويعني مسافات طويلات، ولكن هذا كله إشارة إلى ذلك التدافع السنني الكوني الذي ينبغي على المسلم أن يكون لا يخفى عليه، وأن يحسن توظيف هذا التدافع الذي يحصل من أجل يعني نصر القضية الفلسطينية
كما نحن نرصد هذا التدافع الغربي الشرق الشرق الغربي الروسي والغربي الصيني نترصده، لا نترصده ولا شك أن كثير من المسلمين راهم يعني ما كما كان المسلمون بين الفرس والروم، ها يعني لا شك أنهم ليس محبا لهم ولا دفاعا عنهم، ولكن لا يخفى على أمثالكم يعني النقاط التي يرتكز عليها هذا الصراع وهذا التدافع الذي نسأل الله أن يكون لصالح المسلمين وقضيتهم. كذلك نجد العنصر المعلم الرابع اللي هو الجمعية تجند كل الوسائل والإمكانات لنصرة القضية الفلسطينية والتعريف بها على جميع الميادين. فنجد كل جرائد الجمعية، كل جرائد الجمعية نجدها تعبر بوضوح عن تلك المواقف. فكانت جرائد الجمعية الشهاب، الدفاع، البصائر وغيرها من الجرائد تشكل أيها الأفاضل تشكل ما سميته أنا العبد الضعيف بخط الدفاع عن فلسطين. كانت هذه الجرائد تشكل خط الدفاع عن فلسطين، وكانت تشكل المنبر الإعلامي الصريح الواعي الذي يفضح كل المخططات الإنجليزية ضد العرب والمسلمين، ويبين التواطؤ المكشوف بين الصهيونية وبين الإنجليز، ويقدم للقارئ صورة الواضحة عن هذا الصراع. بسم الله. كما عملت الجمعية أيضا على مستوى الإعلام، وقد جمع أستاذنا الكبير الشيخ عمار طالبي الدكتور عمار طالبي بعضا من تلك المقالات والكتابات في تراث الجمعية في كتابه المطبوع قبل سنوات قليلات، وهو يعتبر جزء من ذلك التراث الفلسطيني الهام الذي نشر عبر فلا يخلو جميع. كذلك لا ننسى جريدة الأمة وجرائد الإمام المفكر رائد الصحافة الجزائرية الشيخ أبو اليقظان، هذا الرجل الكبير العظيم الذي لا يزال يحتاج إلى أن تفتح يعني حياته للناس، فقد كان رجلا ليس كالرجال في ذلك العصر من ناحية الوعي. ولا يخفى عليكم أنه في سنة 1928 كتب في جريدة وادي ميزاب نداء إلى الجزائريين أن يؤسسوا بنكا إسلاميا يعني خاصا بالجزائريين، ويعني ويستفيدوا من الخبرة الأوروبية والفرنسية في البنوك ويؤسسوا لهم بنكا خاصا بهم بعيد عن كما يسمى اليوم بالصيرفة الإسلامية. ولقي في مقابل هذا النداء لقي عنة وتضييق من الاحتلال واستنطاقات شديدة. أبو اليقظان كانت جرائده، وهو عضو في جمعية علماء كما تعلمون، جرائده الأمة ووادي ميزاب وغيرها من الجرائد كانت كلها في كل الجرائد تجد قضية فلسطين حاضرة، فهو عضو في جمعية العلماء ولكن جرائده كانت مستقلة، هو الذي يقوم بها ويؤسسها، وهو صاحب المطبعة العربية كما تعرفون التي طبعت العديد من الكتب في ذلك الزمان. وليس التذكير فقط أذكر والدي رحمه الله، وإنما أذكر هؤلاء المناضلين. ووالدي رحمة الله عليه كان صديقا حميما للشيخ أبو اليقظان، وكان يعمل مع بعض في نفس المطبعة التي كان يطبع في هذه الجرائد التي الوطنية والتي كانت تتحدث عن قضية فلسطين، رحمهم الله تعالى جميعا. وليس من باب فقط الافتخار
وإنما من باب أن نذكر من كان له يعني فضل علينا في الوعي بالقضية الفلسطينية منذ نعومة أظفارنا، ووالدنا رحمة الله عليه الذي طابع في السبعينيات هذه الجرائد أعاد طبعها ويتحدث عن قضية فلسطين، ومنها جريدة البصائر التي تحمل عنوان أيها العرب أنقذوا بلادكم أو أنقذوا فلسطين، للعلامة الكبير الذي سنذكره بعد وعيه الكبير محمد فرحات الدراجي الذي نشر كتابا أيها العرب أنقذوا بلادكم أي أرض فلسطين، وطبع والدي رحمة الله عليه هذا العدد من البصائر ووزعه على مستوى كبير منا، وكان كل ما يأتيه ضيف يعطيه هذا العدد في السبعينيات، يعني يعطيه هذا العدد ويقول له اقرأ ما كان يكتبه علماء الجزائر عن قضية فلسطين. ولهذا نذكره لأننا ثمرة من ثمرات تربيته وشد أذهاننا وعقولنا وقلوبنا إلى قضية فلسطين. اهتمت كذلك جمعية العلماء في من جملة الوسائل التي وظفتها في نشر الوعي حول قضية فلسطين، عمل الميدان الخيري والإغاثي وجمع الأموال والتبرعات لصالح فلسطين، وقد ابن باديس يعني عمل محاولات كثيرة من أجل الاكتتاب يعني لأجل التبرع لفلسطين، ووجد منعا من الاحتلال الفرنسي، ولكن مع ذلك كان الاكتتاب ناجحا بطرق سرية. وقد كتب الدكتور مناصرية في جريدة سيرتا العدد 10 إذا ما تخنيش الذاكرة، كتب بحثا مهما جدا حول الإغاثة الفلسطينية، إغاثة جمعية العلماء لفلسطين، العمل الخيري الإغاثي لجمعية العلماء في الثلاثينيات 38 و36 و37 ونحو ذلك، كتب من خلال التقارير الشرطة الفرنسية، من خلال تقارير الشرطة الفرنسية والمخبرين الفرنسيين الذين كانوا يتتبعون نشاط الجمعية العلماء حول فلسطين، وربما في جريدة سيرتا، هي جريدة قديمة لا أدري إذا كانت تصدر الآن، تجدونها مفصلة حول هذا الموضوع. كذلك أرسل الشيخ بن باديس احتجاجات وخطابات وبيانات إلى الهيئات الدولية، كثير من ابن باديس كان يراسل حتى زعماء العالم من الأوروبيين وغيرهم، يراسلهم في قضية ويذكر احتجاجات جمعية العلماء على هذه القمع الذي كان يطال إخواننا في أرض القدس وفلسطين. ولا نبالغ إذ نقول أن قضية فلسطين كانت من أكثر القضايا حضورا في أدبيات جمعية العلماء ووسائلها الإعلامية. وأنتم تعلمون أيضا أن جمعية علماء المسلمين الجزائريين كانت حتى ترسل إلى خطبائها بخطب موحدة، حول قضية فلسطين. ومن تلك الخطب التي حفظت خطبة الشيخ العلامة الشيخ أبي يعلى الزواوي إمام مسجد سيدي رمضان، وخطبه مطبوعة، خطبه طبعت وفيها خطبة حول فلسطين. وهذه الخطبة كانت نداء من جمعية علماء إلى الخطباء بتوحيد خطبة حول فلسطين، وكانت جمعية علماء يعني توظف المساجد وخاصة مساجدها خصوصا مساجدها وخطبائها، أن فضلا على الاجتماعات واللقاءات والفعاليات الجماهيرية، التي كانت تنشطها جمعية علماء المسلمين من أجل الفعالية خطابية من أجل التوعية والتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني والاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، بالإضافة إلى تأسيسها كما تعلمون إلى
الهيئة العليا للدفاع عن فلسطين، وتعرفوا هذه الهيئة العليا للدفاع عن فلسطين هذه التي تأسست في 47 وعملت على تنظيم قافلة إنسانية خيرية كان يترأسها الشيخ الطيب العقبي رحمه الله، وبين قوسين فقط ذهاب الشيخ طيب العقبي لفلسطين هذا يحتاج إلى قراءة أخرى وبحث آخر ليس هو موضعنا الآن. وقد اهتمت برحلتي إلى فلسطين، اهتمت به جريدة النجاح اهتماما بالغا، وكانت في تقريبا في من مارس 1952 كانت تنشر كل نشاطات الشيخ العقبي وتصريحاته في الأردن وفي فلسطين، وتنشر كل قرارات كل يعني أعمال رحلته إلى القدس ضمن جمعية الدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين، وهي جمعية فرنسية وليست تابعة لجمعية علماء كما لا يخفى عليكم، وكان يترأسها المستشرق الخطير ماسينيون، وهي مسألة أخرى فقط لإثارة البحث فقط، ولي حبيب حتى فأمد أنا بالوثائق التي تكشف عن هذه المسألة، وهي الشيخ أن العقبي رحمة الله عليه راح إلى فلسطين في 52 وحمل مبالغ كبيرة جدا وزعها على اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وكذلك على الجزائريين والساكنين في وقف سيدي بومدين كما لا يخفى عليكم. هذا كان قدروا الشيخ العقبي في 52 قدروا بمليار فرنك، يعني الريوع نتاعو المداخيل ديالو قدره بمليار فرنك، ولهذا فرنسا عملت على إرسال بعثة من أجل الاستيلاء على هذا الوقف وتسييره خارج الأطر التي يخشى من أن يسير حولها من للجهاد أو نحو ذلك. والرحلة ذهب فيها الشيخ عقبي والشيخ القاضي الله المستعان نسيت اسمه، أنا مسجل لهنا تقريرا نشر كتبته هنا في جريدة النجاح 22 مارس 1950 حول مهمة الشيخ العقبي في فلسطين، وسماها بالمأمورية، مأمورية سماها الشيخ العقبي بالمأمورية، مأمورية الشيخ بن العقبي إلى أرض فلسطين. وكانت فرنسا تحاول تغطي بهذه المأمورية تحاول الاستيلاء على أوقاف بحجة الدفاع وحماية الجالية الجزائرية في فلسطين اللي كانت تنتمي في نظر فرنسا من الناحية الإدارية وإلى فرنسا، فهي واجب عليها أن تحمي هؤلاء الجزائريين في أرض فلسطين في القدس وتحمي أوقافهم. فأرسلت هذه البعثة وهذه المأمورية إلى الأردن وإلى القدس وحيفا وحبرون ونحوها من المناطق التي زارها العلامة الكبير والمصلح الشيخ العقبي رحمة الله عليه، الذي كان منبرا مدافعا ومنافحا عن قضية فلسطين، ربما من أقوى المنابر هو منبر الشيخ العقبي في الدفاع عن قضية فلسطين. ومن راجع مجلة الإصلاح يستطيع أن يعرف قوة الشيخ بن باديس
في الدفاع عن الشيخ العقبي، يقول مثلا الشيخ العقبي رحمه الله يقول لبيك لبيك فلسطين، فما أنت لأهلك ولكنك للعرب كلهم وللمسلمين أجمعين. يقول لهذا فإن كارثة فلسطين لم تكن بأمر يخص أهلها فحسب، ولكنها كانت مأساة عامة وكارثة عظمى حلت بالعالم الإسلامي كله والعرب أجمعين. كذلك وكل نقطة من هذه النقاط في الحقيقة أيها الأفاضل والفضليات تحتاج إلى بحوث، تحتاج إلى بحوث، لكن قد العائق قد يكون هو المصادر الوثائق. جميع علماء تراثها موجود، ولكن العبد الضعيف استطاعت بفضل الله تبارك وتعالى أن أحصل على وثائق كثيرة حتى من الأرشيف العبري عبر الإنترنت، وهي أرشيف يعني مصور، ليس وثائق مصورة، يعني ليست محررة وإنما مصورة بما بحسب ما كانت في ذلك الزمان، وتراجعون حتى الجرائد التونسية القديمة تجدون فيها الكثير، حتى جريدة أم القرى، جريدة أم القرى التي كانت تصدر في المملكة العربية السعودية أيام الملك عبد العزيز، جريدة القبلة أيضا التي كان محررها الشيخ العقبي رحمة الله عليه كان في الحجاز، فنجد في الكثير من لأن هذه الأمور التاريخية إذا ما عندكش الوثيقة لا يمكن يحصل لك التصور. نعم ما تقدروش، الوثيقة هي الأساس. لما أنت تشوف مثلا هذه المسألة هي وثيقة، وثيقة في التاريخ الفلاني في كذا، التصريح، تصريح للشخص نفسه، نعم تصريح صحفي، إدلاء، بيان نحو ذلك، هذه الأمور التي تدرس على 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 عليها التاريخ، مع بين قوسين شيء من المرونة، حتى ما نكونوش يعني قضاة يعني ها نصدروا في الأحكام، مع شيء من المرونة وحسن الظن، حسن الظن ببعض العلماء الذين ربما ساروا في درب احنا بالنسبة لنا مزعج محرج، ولكن بالتجربة نعم ولا تزال. وأنا العبد الضعيف يعني احنا عملنا في مجال إغاثي ياك، وتعاملنا مع جهات كثيرة، يعني لو كان لك الحرية والاختيار ما تتعامل معها، ولكن من أجل قضية فلسطين التي عندك كثير من الميادين لا يمكن أن تسير في بعض جوانب النصرة لفلسطين دون أن تمر على قنوات قد لا ترضى بها. ولكن ولهذا عندما نتكلم عن الشيخ العقبي بالذات الشيخ العقبي، فإنما ينبغي أن لا نكون عندنا ذلك الشدة والأحكام التي قد عندما نشوف الوثائق ونشوف البيانات ونشوف نتضايق نقول لا، لكن هذا ينبغي أن نحدده. نعم نعم أنا قلت لكم يعني أرجعوا إلى الأرشيف موجود، دوق في عبر الإنترنت كل شيء موجود، إنما يعرف الإنسان كيف يسبح لصيد الأسماك الرقمية هذه، فالذي لا يعرف كيف يسبح لا يستطيع أن يصيد هذه الوثائق، ولهذا اليوم ما أظن أننا نعجز، اليوم تستطيعين عبر كل اللغات، وأنا العبد الضعيف أترجم الكلمات المفتاحية إلى لغات عديدة، حتى إلى العبرية، حتى إلى الإسبانية، حتى لألتقط هذه وأجد كما يقولون تجد في النهر ما لا تجد في البحر، وينبغي الخبرة، أن تكون عندنا خبرة بطرق البحث، فخلال سنوات والحمد لله جمعت مئات الوثائق، مئات ليس العشرات، حول هذه المسائل، مئات الوثائق والرسائل والصور والتصريحات عبر الجرائد. أنا أهتم بالجرائد، الجريدة عندما تصدر الجريدة هي الناطق الرسمي، ما يقدرش واحد يقول هذاك التصريح هذاك ما صرحتش به،
لأنه لا يزال كان حيا، ولو لم يصرح به لا تبرأ منه. كل شيء موجود الحمد لله. ولكن قلت لكم دائما عندما نتكلموا نتعاملوا مع الكبار مع العلماء الذين لهم قدم صدق وسبق في الانتصار للقضية الفلسطينية، القنوات التي استعملت للوصول إلى الهدف قد لا تكون قنوات بالنسبة إلينا في نظرتنا في 2022، قد لا تكون هذه النظرة نعم بالنسبة إلينا جيدة. بارك الله فيك. نعم قد لا تكون بالنسبة إلينا جيدة، قد لا تكون. كما واحد يجي وهو لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف مراحل الدعوة يقول كيفاش كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الكعبة وفيها 360 صنم، ها وين هذا التخاذل والانبطاح وإلى غير ذلك، وتأخذ هذه الحمية، انتبهنا. ولكن لما يدرك بأن هذا رسول وهو نبي ويوحى إليه وأنه كانت هناك مراحل وتدرج في قضية الدعوة الإسلامية، فإنه يعرف أن هذا من تمام العقل، أنه من تمام العقل وهو عين الحكمة. ولهذا لأنني أعرف من يغمز ويلمز في الإمام الكبير الشيخ العقبي رحمة الله عليه في رحلته، صح وقع خلاف ومكتوب موجود مع الشيخ الإبراهيمي، وقع خلاف وملاسنات، ولكن نحن بالنسبة إلينا ينبغي أن نكون ونحن خارج هذا الخلاف اليوم، ينبغي علينا أن نكون دائما عندنا نوع من المرونة. ما نحطوش الشيخ العقبي رحمه الله كما ماسينيون، والعياذ بالله. ماسينيون تعرفوا هو رأس الإفعاء في الاستشراق الفرنسي، الاستشراق الفرنسي الذي توجه إلى نعم الدين والشبهات وتخريب الأصول. وماسينيون التلاميذ نتاعو من مازال الآن يحمل الناس فكره ليومنا وساعتنا هذه، أعاذنا الله. إذن بارك الله فيك، يعني كما يقال ادرسوا التاريخ نعم بي 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 بحيثيات ذلك الزمن تماما، حتى لا نظلم الناس. كما الشيخ بن باديس ما يقولوش عليه انه رجل يدعو الى الاندماج، وله تصريحات في فرنسا ياك، احنا ما نستحي من ذكرها، لانه نعرف ان الشيخ بن باديس رحمه الله عليه هذه المرحلة مثل المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في التدرج بالدعوة، أليس كذلك؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة ديالنا؟ هو القدوة تاعنا. ويجوز للعالم أن يقدر الظروف والحيتيات التي يعيشها في زمانه لكي يقارب من التطبيقات النبوية لسيرورة الدعوة، ليس من كل وجه لكن من وجه دون آخر، قد يكون ذلك الوجه يناسب الزمان والمكان الذي كان يعيشه فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى أنه يقتدي به. ولأن الأمور بمآلاتها، الأمور بالمآلات وبالنتائج والخواتيم، في كيفاش كانت خاتمة هذا المشروع الإصلاحي جميع العلماء؟ كانت خاتمته ماذا؟ الانتصار. كانت خاتمته إرباك الاحتلال الفرنسي. كانت خاتمته أن 40% من الشعب الجزائري كان على دعوة الشيخ عبد الحميد بن باديس. وهذا التقارير تاع البوليس الفرنسي، كتاب مع لعلكم تعرفونه ألفه أحد ضباط الشرطة الفرنسية يسميوها كاري ولا جاك كاري، حول الشيخ بن باديس، وهو يصرح يقول لك بن باديس خدعنا، كما احنا نقولوا بالدرجه كلخنا. يقول الشيخ بن باديس خدعنا، احنا كنا نشوف هذا بن باديس هو الشيخ من الشيوخ عمامه وكما بقيه العمائم، واذا بهذا الرجل يخادعنا، حتى استطاع ان يخرج هذا يقنع الشعب الجزائري 40% من الشعب الجزائري بدعوته. ولو انه قنع 40% بدعوى باطله، لا تكتب عليه هذه التقارير المرعبه المرتبكه، وانما يبارك له هذا العمل. لو كان 40% ساروا الى التغفيل والى الرقود والنوم لما كتب هذه التقارير. ورجعوا الى هذا الكتاب والى
كتاب اللي كتبه الدكتور عمار طالبي بمشاركة مالك حداد حول التقارير الفرنسية التي صدرت حول الشيخ بن باديس، وكتاب كبير تجدون الكثير من الحقائق، لأن هذه التقارير ما كانتش كانت تصف حالة الإرباك والخوف، أحد الإرباك والخوف كما حول جمعية علماء فلسطين. رجعوا إلى مجلة سيرتا عدد 10 تجدون الدكتور مناصرية حفظه الله وجزاه الله خيرا وقع على كثير من التقارير حول البوليس الفرنسي، حول نشاط جمعية علماء حول قضية فلسطين، وتجد التقارير تاع الشرطة الفلسطينية الفرنسية حالة ارتباك وحالة فزع، وأنه فيه منشورات هي توزع ومنشورات تباع، وأنه كان اجتماع وكان خطبة موحدة، وأن الشيخ أبو يعلى في مكتب في كل هذا في السيارة يعني. وكان يجي الأستاذ جمال يجيب لي شوية برك، مش بزاف، جيب رفد هذوك الأوراق الله يحفظك، اسمح لي برك حتى نوري لكم بعض الوثائق. واش كاين تماك تجيب لي الله يحفظك. انا كنت في نيتي يعني ان نعمل لكم هكذا معرض صغير على هامش المحاضره، اعرض فيه هذه الكتب الوثائق من اجلي فقط يعني الاطلاع عليها، ويعني من باب النصيحه أننا نحن في حاجة ماسة إلى معارض حول تراث الجمعية، حول تراث الجمعية وخاصة الوثائق والتواريخ ونحو ذلك، لأن الطالب لازم يتعرف على مسارات البحث ومسارات الوصول إلى المعلومة. نعم، لأن الذي تتلقاه في البرنامج هذا محدود ببرنامج والساعة وكما يقولوا ساعات وفصول، أما الاستمرار فهو لازم لك المصادر والمراجع للاستمرار في البحث. فهذا يتجه إلى مثلا يبحث حول الشيخ العقبي، وهذا يتجه نحو مثلا العمل الخيري، هذا يتوجه نحو العمل يعني الكتابات السياسية حول قضية فلسطين، هذا يتجه نحو وهكذا، لكن لازم من المصادر والمراجع. والحمد لله يعني العبد الضعيف سنوات من التنقيب والبحث والشراء ونحو ذلك جمعت الحمد لله عددا كثيرا فيما أزعم من هذه المصادر. كاين نقطة أخرى وهي مسألة هامة كذلك، احنا نستعرفوا المصطلح اللي يجري بين الكثير من المهتمين بالقضية فلسطين، بسم الله، يسميها القضية المركزية، تعرفون هذا. مرة كنت في بعض البلاد الإسلامية في نشاط فلسطيني، وكنا نتناقش هكذا في حديث حول فلسطين، فكان الأستاذ أسامة الأشقر، كما الدكتور أسامة الأشقر وتعرفون كتاباته رصينة وقوية جدا تاريخية، فكان يقول والله أنا أبحث عن كلمة أقوى من كلمة قضية مركزية. قال هذه مسألة قضية مركزية أنا ما أقنعتني ولم تشفي ما تصوره عن موقع هذه القضية الفلسطينية في الأمة الإسلامية. فقلت له أنا أعطيك كلمة شوف إذا وشنو هي موقعها منك أنت من حيث تصورك لها. هذه الكلمة قالها الأستاذ الكبير، جزاك الله خير أخت جمال، قالها الأستاذ الكبير والكاتب اللي كان يسمى بكاتب القطرين، القطر التونسي والقطر الجزائري، أحمد توفيق المدني. تعرفوا بلي أحمد توفيق المدني ومحرر في الغالب يعني محرر المقالة السياسية في جرائد الجمعية، أبو محمد كان يوقع بأبو محمد لأن الكلام في المسائل السياسية ذاك الوقت كان خطيرا. فأحمد توفيق المدني كان من الناس من رواد الكتابة الفلسطينية. وش يقول؟
رحمه الله الكلمة التي قلتها لفضيلة الدكتور أسامة الأشقر، قلت له اسمع ما قال الأستاذ توفيق المدني سنة 37، يقول: لكن نقطة الإحساس في العالم العربي، فقال الله أكبر، هذه التي أبحث عنها، نقطة الإحساس، ها مش نقطة المركزية، الإحساس، لأنها نقطة الإحساس في العالم العربي اليوم، إنما هي نقطة فلسطين، هذا يقول. والخطر الداهم الذي يهدد العرب في كيانهم وفي حياتهم وفي وحدتهم إنما وخطر فلسطين. شوفوا الرجل كيفاش كان واعي على تمام الوعي، كل اللي يجي الخطر اللي جايكم في وحدتكم وكيانكم وثقافتكم جاي هناك في فلسطين، فإذا انتزعتم هذا الخطر من فلسطين سلم لكم كيانكم، سلمت لكم وحدتكم ونحو ذلك. ودواعي مبكر بأبعاد المؤامرة وأهدافها، وكذلك الدقة في تسمية القضية الفلسطينية والتوصيف هذا الدقيق الذي لما ذكرته في ذلك المجمع أمام كثير من الإخوة والشيوخ والدكاترة فنال منهم يعني إعجابا حديقا دقيقا في ذلك الزمان في سنة 37. وهناك مسألة أخرى نبه إليها الإمام الكبير الشيخ الإبراهيمي رحمه الله، وهي قضية المعركة التي ينبغي، أو الصراع، المواجهة المسلحة، المواجهة المسلحة مع الكيان الصهيوني. ينبه الشيخ إبراهيمي أنه لا ينبغي أن تكون هذه المواجهة المسلحة خارج أرض فلسطين، لازم تكون خارج أرض فلسطين، وهذا أمر في غاية الأهمية. فيقول الشيخ بن باديس إبراهيم، الشيخ الإبراهيمي يقول يعني ينبه إلى أن المواجهة المسلحة والمعركة مع اليهود لازم تكون داخل أرض فلسطين، ليس في غيرها، ليس في غير أرض فلسطين. وعلى كل قارئ حصيف أن يتأمل في هذا الوعي العميق لطبيعة الصراع مع اليهود، المواجهة والمكان، طبيعة الصراع والمكان، المواجهة، مكان المواجهة. يقول رحمه الله: نحن نعتقد أن ميدان القتال بين العرب وبين اليهود هو فلسطين، هو فلسطين، أما الجزائر وغيرها من بقية أقطار العروبة فهي ميادين شعور وعطف وأخوة وتضامن يشعر فيها العربي بمحنة أخيه في فلسطين فيعطف عليه، ويحمله العطف على مواساة إخوانه ما استطاع، مما يخفف محنته أو يعينه على ظالمه. شوفوا كيفاش فصل الشيخ بن باديس أن كل معركة المواجهة مع العدو الصهيوني لازم تكون داخل فلسطين. ولهذا أيها الإخوة لازلت أذكر والدنا رحمة الله عليه ونحن شباب يعني في يافعين، كان يقول لنا إن العدو الصهيوني يريد أن يفتح جبهات المواجهة خارج أرض فلسطين، جبهات المواجهة يعني المواجهة المسلحة خارج أرض فلسطين. وهذا أمر لا يخفى على كل لبيب، مما يفتت قوة المسلمين ومما يشتت ومما يضعهم في حالة من الضعف. والقوة الموجودة المتبقية تزداد ماذا؟ تزداد ذهابا. وهذا نلحظه اليوم، نلحظه اليوم في الجوار الفلسطيني، في الجوار الفلسطيني، في الجوار الفلسطيني نلحظه. ما الذي وقع مما يضعنا بأن المعركة الحقيقية المسلحة القتالية ينبغي أن تكون داخل أرض فلسطين.
فكل من يزعم بأن هناك قتال عالمي ومواجهة عالمية يعني بالسلاح فهذا إنما يخدم الشعر أم لم يشعر يخدم أهدافا صهيونية حتى وإن لم يشعر بذلك وقد يشعر بعد فوات نعم الأوان. لهذا نبه الإمام الإبراهيمي رحمه الله قال أن المعركة مع هؤلاء اليهود أرض فلسطين. إحنا وش دورنا؟ قال أنتم التعاطف التضامن المواساة الإمداد هذا هو دورنا إحنا ها. وتعرفوا أنتم في التاريخ المعاصر أن الحركات الفلسطينية التي حولت المعركة المسلحة إلى خارج أرض فلسطين تعرفوا النتائج كيفاش كانت من النتائج كانت ليست سليمة وأجهضت المقاومة الفلسطينية في السبعينات وبداية الثمانينات أجهضتها وقضت عليها تقريبا على بكرة أبيها بسبب إخراج المعركة المسلحة خارج أرض نعم فلسطين من الاغتيالات واختطاف الطائرات ونعم. فكأنه كان الشيخ الإبراهيمي ينبه إلى أن المعركة ما تكونش خارج أرض نعم خارج أرض فلسطين تكونش خارج أرض فلسطين تكون مع العدو مباشرة داخل أرض فلسطين. ولهذا العدو الصهيوني يعمل على إجهاض هو والعملاء نتاعو يعملوا على إجهاض كل محاولات توسيع دائرة المقاومة الفلسطينية المسلحة تجاه العدو الصهيوني وإجهاضها في مهدها. ولهذا دفعت غزة ولا زالت تدفع أثمان الغالية بسبب إعلانها عن المواجهة المسلحة داخل أرض فلسطين. وقبلها الحركات المقاومة الفلسطينية على اختلاف فصائلها قبلها أيضا التي واجهت العدو الصهيوني داخل أرض فلسطين تعرفون ما الذي وقع لأنهم لا يريدون هذا بأي حال من حال وقد يسر وقد يسرون ويفرحون أو حتى أنهم يعني يساعدون على المواجهات خارج أرضنا فلسطين لينتبه خاصة الشباب الذي يستمع إلى بعض الشبهات في هذا العصر. أيها الأفاضل ننبه أيضا إلى 15 دقيقة تكفي ما شاء الله. أنا اختصرت مش كل شيء كذلك ننبه إلى مسألة هامة جدا والجمعية العلماء تنبهتها لها دور وشنو هي علاقة الفلسطينيين والعرب بالمؤسسات الدولية المنظمة الأمم المتحدة ونحو ذلك وشنو هي علاقتنا بهم. شوفوا جمعية العلماء كيفاش تنبهت إلى هذه المسألة بقضية عجيبة سبحان الله. فيقول العلامة الشيخ فرحات الدراجي الذي أشرت إليه قبل قليل في مقال بجريدة البصائر سنة 47 والمقال في الصفحة الأولى يتصدر البصائر بعنوان أيها العرب أنقذوا بلادكم حتى ما قاش أنقذوا فلسطين أنقذوا بلادكم أنقذوا بلادكم إشارة دقيقة جدا. وش يقول؟ يقول اسمعوا كيفاش هذا الشيخ كاش سياسي شيخ عالم فقيه يشرح في المدونة والفقه ويدرس التفسير لكن شوفوا الوعي تاع جمعية العلماء كيفاش كانوا كانت لا فرق بين العمامة وبين غيرها مما يدل على توجهات الإنسان. ما كانش العمامة كانت هي عمامة فقه وعمامة تفسير وعمامة سياسة ووعي ما كانش الفرق ما كان العلماء يفرقوا بين هذه الأشياء ويجزؤوها ويفككوها حتى السيارة كتفكك ما زيش تمشي لا يمشيوا بكل هذه المقومات وبكل هذا المعارف الموسوعية المشتركة حتى يستطيع أن يخوض البحر الهائج ويواجه الأمواج الهائجة
حتى كان يقول الشيخ العربي تبسي عنده مقال وآثاره مجموعة كلها، يقول في سنة 38 يقول آن عصر الجماعة وانصرم عصر الفرد. هذا الرجل كيفاش يفكر في التفكير مؤسساتي؟ يقول آن عصر الجماعة وانصرم عصر الفرد. يلا روح المشاريع الفردية، روح خلاص، ما عندها محل من الإعراب. صيحة في واد نفخة في رماد. وهو يشير هذا الشيخ عربي تبسي الفقيه اللي كانوا يقول لك هذا الشيخ نعم المتصلب وكذا، الشيخ الشديد الفقيه، هو يقول آن عصر الجماعة وانصرم عصر الفرد، ويقول أيها الجزائريون خذوا واستفيدوا مما تفعله فرنسا من تأسيس الجمعيات والنوادي، أحن أولى بالجمعيات والنوادي. في سنة 37 أو 38، هذا الوعي اللي كان عند العلماء، هذا هو الوعي، هذه الشمولية المعرفية، موسوعية المعرفة وشمولية الثقافة التي كان يستطيعون يتحركوا بها في ويواجهوا الآلة الاستعمارية الخطيرة. يقول الشيخ عند هذا، يقول الشيخ فرحات، يقول رحمة الله عليه، يقول رحمه الله إن الحل الذي ارتضاه أعضاء لجنة مجلس الأمن وأقره المجلس أخيرا لم يكن حلا عادلا ولا مقبولا، لأنه لم يكن صادرا عن حسن نية ولا مبنيا على قواعد عادلة وأسس معقولة، بل كان كله في مصالح اليهود وإشباع رغباتهم الممقوتة، لأن البعض من أعضاء تلك اللجنة، أي اللجنة المجلس الأمم المتحدة، كان مسيرا بذهب اليهود البراق، والبعض كان موتورا يعني حاقدا على العرب والمسلمين مملوءا بالأحقاد عليهم، والبعض الآخر كان يسير تحت ضغط بعض الدول القوية التي لها هوى وميل في طردية اليهود والصهيونيين. فلا غرابة أن يصدر حكم اللجنة في القضية جائرا وحلها للمشكلة معوجا ورأيها في تصوير الحقيقة زائفا. وهل ينتظر الإنصاف والعدل من أعضاء أوفدتهم دول لم تعرف الإنصاف والعدل في حكم من أحكامها؟ هل ينتظر صدور الحق من أعضاء يمثلون دول لم تعرف في حياتها العملية إلا المنكر والخداع والدبدبة والنفاق، ولم تألف في سياستها إلا نقد العهود وقهر الضعفاء وابتلاء حقوقهم والإزدراء بكرامتهم؟ لا والله، إننا لم نحسن الظن بأعضاء مجلس الأمن في يوم من الأيام، ولم نضعهم إلا في المستوى الذي وضعنا فيه أعضاء جمعية الأمم المتحدة، الأمم الغابرة ما اسمها الأمم المتحدة، إن لم يكونوا أحط دركة منهم. ولقد صدق المثل العربي القائل إنك لا تجني من الشوك العنب. ها شفتوا الوعي، هذا هو الوعي اللي كان عليه علماء الجمعية، هذا الوعي اللي كان عليه العمائم تاع جمعية علماء المسلمين الجزائريين في إدراك التصور الحقيقي من كل الحيتيات ومن كل الوجود القضية الفلسطينية. ونكتفي عند هذا الحد، لعلنا ما أدري إذا كان هناك. وقد أسست الجمعية الهيئة العليا لإعانة فلسطين في 4 جوان 1948. هذه الهيئة أحط لكم الصورة نتاعها، هذه الصورة، هذه هيئة من جملة الوسائل التي اتخذتها في نصرة القضية الفلسطينية، وجمعت كل أطياف الشعب الجزائري السياسية، العلماء، شوفوا مثلا الشيخ العقبي، الشيخ الإبراهيمي، توفيق المدني، أبو اليقظان، الشيخ بيود رحمه الله تعالى جميعا، جماعة أحباب البيان تاع فرحات عباس، وكذلك مصاري الحاج، ولكن لم ينضم إلى الجمعية. مصاري الحاج عنده تاريخ واحد آخر،
في نصرة القضية الفلسطينية. إذا حبيتوا تقراوه، نعم نعم، وحبيتوا تقراوا على دور الحركة الوطنية، حتى ما لازمش نهملوا دور الحركة الوطنية في نصرة القضية الفلسطينية. كذلك هذا تاريخ آخر، استطاعت الحركة الوطنية أن تعمل مسيرات حضرها 60,000، 60,000 يعني حسب التقارير التي طلعت عليها، وقد كتب عليها الدكتور مناصرية في جريدة من جرائد مجلة سيرتا، في مجلة سيرتا، لا نسيت نسيت العدد، مجلة سيرتا كتب الدكتور مناصرية حول دور الحركة الوطنية في قضية قضية فلسطين والقدس. ما ننساوش كذلك الشعراء، ما ننساوش الشعراء الذين خلدوا هذه القضية بأشعارهم، وخاصة على رأسهم شيخنا الشيخ أحمد السحنون رحمة الله عليه، والشيخ والشاعر واسمه مفدي زكريا، وبوشامة وبدوي، والشعراء الجمعية، تفضلي. نعم نعم، شعراء الجمعية، وكم أطمع وآمل من 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 أمثالكم من الشباب أن يجتمعوا لجمع ديوان الجمعية، ديوان الجمعية، يعني ديوان الجمعية، كل هذه المقيلة من شعراء الجمعية كل دواوينهم تجمع في موسوعة، ديوان وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وتبوب على المواضيع، على المواضيع فلسطين، الاجتماعيات، الإخوانيات، حصاد السجون، التوراة، يعني هذا جميل جدا لو يكتب يجمع ديوان جمعية العلماء، كما ديوان العرب، كما ديوان العرب، ديوان جمعية العلماء كله يجمع، والتراث الجمعية لا يزال في حاجة إلى خدمة أيها الأفاضل، وعلى رأسها لو إن شاء الله يتصدى لها الشباب أمثالكم، وهو رقمنة هذا التراث وإدخاله في البرامج البحثية، كما نقولوا احنا، كما البحث، كما المكتبة الشاملة، كما المكتبة الشاملة. وما يخفاش عليكم بهذا الأمر، هذا ما أصبح صعبا اليوم، يعني سهل، وإنما هناك بعض المشقات ربما في الكتابة، ولكن مش سمحوا لي أنا جفة حلقي ليس من فلسطين، جفة حلقي من إصراري على الحديث على فلسطين. بسم الله بسم الله. فكان هذه الأمور مهمة جدا حتى يستطيع الباحث يكتب، تكتب القدس، تكتب فلسطين، تكتب كذا، يأتيك البحث، وكذلك تيسيرها وقف لله سبحانه وتعالى على الباحثين، وعلى وموش فقط التراث الجمعية، فقط الجرائد والمجلات، كان يعني كل ما يتعلق بالجمعية، يعني مثل معلمة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، يحتاج إلى سنتين، ثلاثة، أربعة، خمس سنوات. شفتوا أنتم موسوعة الصهيونية اللي كتبها الرجل العبقري عبد الوهاب المسيري، وشحال بقى 25 سنة وأكثر ويكتبوها ويخبيها، وكل ما يكتب جوز يخبي منه ثلاثة نسخ، حتى إذا قتل أو اغتلى كاين نسخ، تعرفوا قصته العجيبة، وكان واحد صاحب يطبعها له، كل الناس تخاف في ذلك الوقت غير تقول موسوعة الصهيونية، لطيف يا لطيف، يحطوا له بومبا ولا يفجروا له المؤسسة نتاعه ولا يقتلوه، وباع يعني بيته، وباع يعني أتاته، وطبعت وأصبحت اليوم هي مرجع كبير للباحثين في للعالم، موش للعالم العربي والإسلامي، لكل العالم. كذلك خدمة هذا التراث رقميا، خصوصا رقميا، مهم جدا، سواء كان التراث الشعري ولا التراث السياسي ولا العلمي ولا الثقافي ولا ونحو ذلك، لا بأس أن نذكر هذا، لعل تنشأ اليوم خلية، يعني خلية كتابة وبحث في هذا الموضوع، ووضع برنامج للعمل حتى نكلل هذا المحاضرة وهذا الحفل الختامي، نكلله بمشروع ليراه إن شاء الله الناس في مستقبلكم، في المستقبل بإذن الله القريب إن شاء الله تعالى، وحين ذاك تقر الأعين وتصر الصدور، ونفرح بنصر الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والموضوع لعلي استطعت أن أجمع شيئا من شتاته مع هذاك المسارات اللي كانت شوية منا ومنا تخرجنا على هذا الموضوع، ولكن ربما تزيدنا شوية تشويقا إلى بعض القضايا الغامضة من أجل إثرائها في المستقبل إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ونشكر المعهد أو مركز الشهابة لدى الدعوة، نشكر الأستاذ الدكتور الفاضل على هذه العناية والاستقبال، وكل الحاضرين والحاضرات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بارك الله فيك الشيخ، انتعسنا بهذه المحاضرة على ملخص حول إسهامات جمعية المسلمين في قضية فلسطين وقضية القدس. مشكور وجزاك الله خيرا. أنا أفضل ندخل في محاضرة ثانية وش ما عندكم أسئلة أو تعقيب حول هذا الموضوع تاع الشيخ، خليه في الأخير باش ما نطولوش عليك بزاف. إذا الأستاذ ينتظر باش نتعلم. نسيت، أنا نسيت، أنا تكلمت بزاف نسيت. بعد المداخل بعد النقاش إن شاء الله. هذا كيدير هو، هذا كيدير هو.